call me a god. فنبحر لرحمة ونشوف من هناك ايش المهمة الجاية. كنت اظن اني بوصل لليفل القرصان اليوم بس هذا ليش فرنسيين امورهم طيبة معانا ما كنا مع ديننا وش عندهم خلاص. حدد النقطة والعودة إلى حلو من الرياح من الخلف تسرع على الأقل شوية العملية لأنها يمكن أنها تكون مملة. Good, what else can? Look for warship! We have a plenty of one guy without sight! نرجع لرحمة بالمعلومات ونشوف ونشوف لو منا رحمة لهذا فخلاص بيكون لفل المهام أقوى من إنه نقدر نوفرها في الوقت الحالي إلا بعد ما نطور السفينة على الأقل كمان الأسلحة تكون معنا طلقاتها أقوى كثير. أمشي الأمر اتجاه لحد ما الرياح يتغير اتجاهها أو على الأقل نخترق. بعدها الرياح ما تغيرت اتجاهها قريب بدأت تخلى اي صفقة بس امس شيء ما كان عليها وقت نرجع لرحمة فعلين القرصان الفاشل يعود من جديد. هذا مكتب رحمة بس ما عليه مشن ولا عليه شيء غريب. اوكي talking to the locals I hear. ايوه the blacksmith is an old friend. طيب a skilled craftsman. He knows the realities of war depend on fiery, iron-willed souls like him. Lucky we are to have him. He used to make swords for the Sultan, you know. Decorative, boring symbols for idle men. Swords are meant to be thrust and plunged, not hung on walls. But I admit, even with all that strength, I still feel pity for the man. He has endured many lifetimes of pain. Pale, greedy hands strangled that man's heart and left it to rot. Fortunately, he found Telok Penjara, like the Unbound, like many of us. But he is still restless. I can hear him hammering in the night, like a steady heartbeat. A comforting sound to those who like him. A lullaby for those who never sleep. True, that snoring doesn't pay off bounties. Though the DMC have made millions putting my people to sleep. Remember the good ones in your life. The ones that keep you moving forward despite the pain. Mm-hmm. You're brave, Captain. Not as brave as my Unbound, but brave.
من قالس بريف، بس اهرب وقت ما اشوف نفسي ضعيف مقارنة باللي اوكي اوريدي. رجعت لرحمة وكلمتها مشكلة انكم مسويين ديسيبل السفر، شيء غبي صراحة. أقدر أصبح نشوف الحجاج بدا يقدر يسمع لنا حاجة أخرى اللي عندنا. Enjoy your victory, but don't let it make you soft. يقدر يسمع. اللي عندنا هذا كلها وش هذا؟ You bring honor to my family name. بس وش أقدر أسوي الحين إذا كان ما تريد تكلمني؟ You talk to Rama. رحمة. I don't like going up there. Last time I went, an unbound spat on me. مطاط. ما في حاجة أقدر أسويها. الأفضل إني أشوف لحد الديمي. صراحة أنا اللي عجبني الديمي، فالأفضل إني أروح أصمم هذا. لا ما زمزمه. الزمزمة أقوى من الديمي. هل في كومبير؟ ليش ما في كومبير؟ نقتل المقارنات. 1000 3.5 إغراق 50 1024 نار 52 فتقريبا نفس الشيء. إذن لازم أشتري هذا بصراحة. يعني اللي عاجبني هو ديم الإغراق. نروح نشوف إذا بخلص مواد. يبقى الكابوتا بس أخلص عمليات البيع دام لما أقدر أسوي فاست ترافل في الحالات. نشوف إذا نقدر نبقى الكابوتا. نشوف هو ما إذا تقدر تبقى يعني الديمي هذا، بس أتوقع الديمي هذا بالعملة الذهبية اللي ما موجود عندنا. The only good job is a fast job. كل شيء بالعملة الذهبية، وهذا اللي أريده دي من الإغراق. نريد دولار إسباني 1400. هذا Don't good fortune. تريحت باقوس. نشوف إذا عندنا شيء. This batch has sweet dreams. Mark my words. Hear the dream? أوكي أنا لوتس. نشوف مهام التوصيل بس أخاف إنهم يكونوا أقوى مني بكثير. ليفل 10 أتوقع مقدور لهم. شراب القمقمة ما عندنا. اللوتس بس هناك الهولنديين بيحاربوني. هولنديين بيحاربوني. أقدر أسوي اللوتس مرتين. أمشي من الهولنديين هنا. هذا بدخل من هذا المضيق. أتوقع أن أقدر أرسم هذا وهذا.
هذا. نقرب العملية. أو لحظة خلنا نشوف إذا كان في الطريق نقدر نأخذ نشتري بعض من الموارد هذه اللي نقدر نستخدمها. معلش معلش نرجع للمضيق ونشوف. طبعا ما نقدر نسوي هناك انتقال سريع والحين بيهاجمونا على كل كل دقيقة لأن مهمتين تقريبا 4 سفن بيحاولنا. شوف كلدان نحن نسوي ليفل 8 بعدها. هذه الحركات اللي في اللعبة والجلتشات وليش السمكة. ما اعرف والله وش اسميها بس بيهاجموني بعد شوية. اللعبة حتى ما ظهرت لي يعني وش الشيء اللي يعني. عشان نفس الليفل. تطلع الحمد لله. سوري. Get the crowbars. That rig might still hold some gold. Perhaps this will be our last meal, friends. ليش؟ لازم أطلع من اليمين. ما أعرف ليش ما ظهر لي أي شيء عنه من التفاصيل هذا. لأني ما سأل منهم أكيد. لأني ما سأل منهم. في المستودع أقدر أخذ من المستودع. إنزين أوكي ذكروني إنك لازم تأخذ المواد من المستودع. ما تخليوني بنفسي أفكر. أتذكر وأعرف أنه لازم أخذ المواد
من المستودع. طبعا يعني انا رايح اوصل المواد هذه، ما المفروض انه يكون شال منها. نكمل الطريق. عسى الحين تظهر النقطة. أنا أقول ليش النقطة ما ظاهرة وأقول إنه جلتش وما أعرف إيش. نكمل الطريق. لو مشينا من هنا كنا نقدر نوصل، بس أنا قررت إني أمشي في النهر. المشكلة في النهر إنه في احتمال إنه واجه أبراج، والأبراج الدمج مالها يتبقى من البث 6 دقائق بسبب المرض، اللي ما اقدر صراحة اطول يعني من البث. ننزل بالجدول. ننزل بالجدول وننهي على نهاية التوصيل. وانا الأفارقة وش جايبهم هنا للشرق آسيا؟ أهم شيء إنه ما نحصل الهولنديين، لأن الهولنديين مرة أول ما يشوفونا يضربونا. مكان حلو، تارس جريان فود، نقدر نأخذ كمية لا نهائية من الأطعمة. وعجبتنا إنه نريح فترة طويلة الحين من الخلف، عسى ما نسوي هذا الرول. أدغال تشيتشومينو.